أنا مرة بالمكتب دخلت عندي واحدة عمرها 18 سنة وكانت لابسة لبس يعني الله لي يوريكم إياه. فهي تتكلم، أنا ما حد يحترمني، ما حد يقدرني، ما حد كذا، ما حد كذا. المهم قلت لها أقول لك شيء، يعني ترى اللباس لغة، أنت تقولين هذا طبيب، شو اللي يخليش تقولين طبيب؟ قالت لي من لباسه. قلت لها تقولين هذا كابتن طيارة، ايش عرفك؟ قالت لي من لبسه. إذا اللبس لغة، هو ما تكلم، هو ما قال لك وظيفته، أنت فهمتي الوظيفة من اللبس، فأنت لبسك يعبر عن وظيفتك. اللبس اللي داخل علي الحين، لا داخل علي بالشكل هذا، أنت الحين أنت قاعد ترسلين رسائل، هذه الرسائل الشباب يفهمونها، يفهمون أن أنت فتاة رخيصة، سواء أنت قصدتي أو لم تقصدين، سواء كنت بحسن نية أم بسوء نية، ما يهمني أنا، النية ما تهمني. أنا قلت لها ذاك اليوم، قلت لها نيتك ما تهمني، أنا أعرف أن أنت طيبة ونيتك طيبة وأنت فتاة يعني محترمة، والله أنا فاهم، أنا عارف، بس لبسك ما يعطيني هذا الانطباع، لبسك يعطيني انطباع أنك أنت رخيصة. قالت معقولة؟